قررت السلطات العمومية العامة بإجبارية وضع الكمامات الواقية ابتداء من يوم غد الثلاثاء بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً. وأوضحت كل من الوزارات الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمية في بلاغ مشترك يومه الاثنين أنه لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية وفي إطار أجراءات التعليمات المولوية السامية عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطنية، مشيرا إلى أنه تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة كوفيد-19. وأشار ذات البلاغ إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق الكمامات الواقية بجميع نقاط القرب التجارية.